ريهام سعيد تلقي اللوم على طبيب التجميل من بعد تشوه وجهها، يا ترى على مين الحق، علي ولا على الدكتور؟ اطلالات فظيعة وفزيعة بمهرجان الموضة بباريس، رح منشوف غادة عبد الرازق، هيفا وهبي، ميريام فارس وبلقيس. إضافة للخلاف المستجد بين وائل شرف ووفاء سلطان، شو السبب هيدا الخلاف؟ أغنية بوسة لكارول سماحة الجديدة هل كانت قد المستوى؟ نادين الراسي بتصريح صادم عن أخوها، وكيف كانت زين كارازون قبل التجميل، وموقف محرج لنبيل عباد، ومواضيع أخرى. مثل العادي ما راح فيكن تقفوا ولا موضوع، خليكن متابعين. تفاجأنا هيدا الأسبوع بظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي عم تعلن فيه عن تشوه وجهها وتحمل المسؤولية كاملة لطبيب لبناني بتقول إنه هو اللي تسبب بهيدي التشوهات. خلينا نشوف بداية شو قالت ونعود. يعني ايه اصحى من الصبح في المراية ابص الاقي نفسي كده، وانا كنت ببص طول عمري الاقي بدر منور؟ تطلع هنا كده من كتر ما ده مشدود قوي، عندي ندبة زي دي هنا كتر ما شد قوي، وعندي حاجة بتطلع هنا كده وانا بتكلم شايفينها، وعندي برضو حاجة هنا بتطلع مش عارفة اوريها لكم. بصوا ده مشدود ازاي. كيف كان رد الدكتور على تعليقات ريهام سعيد؟ خلينا نسمع السؤال ومنرجع لكم. أجريت العملية وأنا جدا راضي عن النتيجة، ما عم بعرف وين التشوهات اللي عم تحكي عنهم. اليوم أنا عم بشوف نتيجة شد وجه من أجمل وأنجح العمليات اللي موجودة، من أجمل وأنجح العمليات. يخز العين، وما شاء الله من كتر منا ناجحة العملية صايرة عينيا مكحلة منا وفيها، ما في داعي تحط أيلاينر، أيلاينرك منك وفيك، يعني بتمشي هيك الايلاينر موجود على طول، لا شو تتعذبي، في انجح من هيك عمليه يا اختي، بدل ما تضلك 10 ساعات ترسمي وتعملي مرسومين رسم، شو بدك احسن من هيك نتيجه؟ صايره بتشبه الملكه حتشبسوت، تاريخ عظيم ولا تحت الارض، يعني اجت هيك كحاله عماها. بس بنفس الوقت لازم كمان نشوف القصه من ناحيه تانية. خلينا نشوف بتصريح سابق لريهام سعيد باحد المقابلات عن عمليات التجميل، شو قالت بأحد المقابلات عن عملية أنفة يلي عملتها قبل؟ طبعا أنا شلت مناخيري 3 مرات في شهر، فاضطريت أن أنا أشيل مناخيري بالغضاريف بالعظم وأخد وداني. يعني أنت عم تحكي بعظمة لسانك أنه في مشكل بجسمك، في مشكل بوجهك، أوريدي عملتي عملية تجميل بالمنخار ما زبطت، شالولك شقفة من دينتك حطولك إياها بالمنخار 3-4 مرات، يعني أنت قبل مريتي بتجربة فاشلة، لشو ترجعي تروحي وتعملي عمليات شد وترجعي على هيدا الدومين؟ ما انت قبل كانت مسيرتك المهنية كلها حتروح بسبب عملية تجميل، بتقومي بتعيدي نفس الغلطة؟ ما فيك تحملي المسؤولية كلها على الدكتور، اكيد هو بيتحمل جزء من المسؤولية بس الحق الاكبر عليك، ما اجا جبرك ولا قالك تعملي العملية، انت رحتي باجريك لعنده، يعني انت بتتحملي 70% من المسؤولية. كمان اللي بيعملوا عمليات تجميل 90% بيطلعوا غير راضين عن النتيجة، لأنه بيغير خلقة ربه، شو ما عمل ما حيرضى، لأنه هيدا مش شكله الأساسي. ضحكتينا أنت وعم بتقولي بمطار بيروت ما عم يعرفوك حبيبتي، أكيد ما حيعرفوك. 13,000 عملية تجميل، وعلى فكرة عمليات شد الوجه يلي كل العالم مبهورين فيها أنه أصالة عملتها وزغراني، أوكي زغراني بس شفافة، صارت كل شفة بتحكي لحالها، إليسا عندها شكل غير متناسق بالدقن. آخر فترة كنا عم نشوف بالمهرجان وفاء الكيلاني كمان كمية الشد واضحة وما حدا عم يعرفها، فالحق عليكم أنتوا اللي بتاخدوا هيدا القرار ولازم تتحملوا نتيجة مسؤوليته أكتر من الدكتور، لأنه هيدا الجسم الله عطاكم يا نعمة لتحافظوا عليه مش لتروحوا وتعملوا له تجميل وتشوهوا. اطلالات فظيعة في مهرجان الموضة في باريس، إذ إجا عدد كبير من المشاهير، وكان في بعض الاطلالات العربية اللافتة للنظر، ومنبدأ مع ميريام فارس، خلينا نشوف كيف كانت ونعود للتعليق.
النجمة اللبنانية ميريام فارس إلى عرض ستيفان رولان. هلو ميريام متألقة. We love you. شو هالفستان الحلو؟ أكيد ستيفان رولان. أكيد. يلا. إطلالة تأتيكم بعنوان كل هالصفار عبيطين ولا تحت الأرض راتكن. لأ والإعلام كل هالجمال ما شاء الله ويخز العين عم أي جمال من كتر الصفار يلي بهالإطلالة عشوية علي عندي الكوليسترول. بيضة بيض بيض مقلي شرشف أصفر واسع. يعني لو وحدة هربانة من مستشفى المجانين بعد جلسة العلاج بعيدة بكهرباء الدماغ كانت بتطلع الأطلالة أحلى وأنعم من هيك. وين الجمال والطبلولة؟ واو واو أميزنج. يقولوا يا عمي وين الواو؟ ننتقل الآن إلى الأطلالة الفظيعة الثانية أطلالة بلقيس. خلينا نشوف ونعود. ذكرتني هيدي الإطلالة بالمشهد الشهير لعبير صبري بأحد المسلسلات لما بتقلن من العين دي قبل العين دي. من العين دي قبل العين دي أختي. شو هيدا يا عمي فرن غاز أربع عيون؟ ما بقى نعرف من وين بدها تطلع العيون. شي عينتين من فوق شي عينتين من تحت بعد ناقص يحطون لها عينتين من ورا. ساعتها بتصير رؤية بانورامية. انسى العنكبوت بتشوف من وين ما كان. ما فينا نقول غير تحت الأرض رايتك عرايت هيدي الإطلالة. كمان لفتت الأنظار الممثلة المصرية غادة عبد الرازق. خلينا نشوف شو كانت لابسة. وصول النجمة غادة عبد الرازق إلى عرض ستيفان رولان. غادة شو هيدا شو هيدا سي شو هيدا شو هيدا برميلنا برميلنا شوي نشوف إيه الأناقة. واو 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 معنا واو 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 النجمة غادة عبد الرازق. صراحة أنا ماني شايف غير المخدة غادة عبد الرازق. وين النجمة ما عم نشوف. بتحسوها مخدة إياس إكسترا إكسترا لارج وماشي. يعني الشغل الإعلام بالتطبيل بالطبلو بالطبلو أنتم مقتنعين؟ أنتم عم تقولوا لها واو أميزنج. المنظر بفرت الضحك. وين الواو؟ خففوا مجاملات يا جماعة. على قليل ما تعلقوا. أوكي إيه قدامكم ما بدكم تنحرجوا ما تعلقوا بس واو أميزنج لا هيك شي كتير. كمان من الإطلالات اللافتة للنظر كان حضور الفنانة هيفا وهبي. خلينا نشوف ليش. هلا إطلالتها بالإجمال حلوة. يعني ما فينا نقول إنه معنا حلوة. يعني بتلفت النظر نوعا ما بس الدفو إنه كأنه لابس كيس نايلون ومكتوب عليه. بدها تقعد كل شوي تتأكد إنه الكتيبة مغطاية الكلسون لأنه أي حركة غلط ببين رقم المحرك. بدكم ضلكم هيك تعملوا تتأكدوا إنه جاي الكتيبة بالاتجاه الصح. أطلقت كارول سماحة أغنية جديدة بعنوان بوسة. خلينا نشوف هالغنية ونعود. بوسة 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 يلا خدها بالهنا. هلأ اللي غنى خليك بحالك وتطلع فيي وحدود السما وبصباح الألف الثالث بيجي بيغني لي بوسة بعد في عطسة وفسوة ما عملتوا لغنية. مش حرام هيك تاريخ فني هالقد كان راقي وهالقد كان ذكي باختيار أغانيه ما يعرف ينقي ولا غنية. يعني صار لك كارول سماحة من ألبوم خليك بحالك ما عملت شيء يعني بنفس المستوى. بوسة وساعة بتعني لها غنية فوق الغسالة ما حلو هيك. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. بأحد المقابلات نعتت صفاء سلطان الممثل السوري وائل شرف أنه قليل الوفا. الأمر الذي أدى أنه يطلع بفيديو ويرد عليها. خلينا نشوف شو رد ونعود للطالي. وائل شرف يعني أنا كنت كتير منيحة معه هو ما عنده وفا. أنا أول مرة بلتقي فيها وآخر مرة طبعا كانت بمسلسل اسمه بعد السقوط. اللي صار أنه صفاء ومنتج العمل كانوا مخطوبين مع أنه منتج العمل كان متزوج وعنده أولاد بطولها. لما كنا عم نجتمع للتحضير أو أثناء التصوير نكون قاعدين فيصير في بيناتهم مشاكل. فالمنتج أوقات يدخلني بحكم صداقتي معه وأنا داخل بيته وبعرف عيلته المحترمة وأولاده. وحقيقة أنا ما بحب أدخل بهي الأمور ولأول مرة رح أحكي بهذا الموضوع إنه
زوجة هذا المنتج اتصلت فيني وطلبت مني اني اتدخل بقصة زوجها وصفاء، لانه الظاهر واصلها خبر. المشكلة صارت لما خلصنا تصوير العمل، بعد كل هالتعب والجهد بتصير مشكلة بين المنتج وصفاء. فبتقوم صفاء بتضب العمل بالدرج وبتقول للمنتج ان ما رح تسلموا الأشرطة وما في عمل. من دق الباب سمع الجواب. بس انا اللي صدمني بالخبرية كلها انه قديش صفاء شلوفي ما شاء الله عليها، يعني ضبط المسلسل وممنوع في خلاف بينه وبين المنتج، والصراحة المسلسل بده ضب لانه ما كان قد المستوى، لانه لو بترجعوا بتعيدوا تمثيل الاحداث اللي صارت من هيدي المسلسل بتطلع ولا المسلسلات التركية احداث بومبا، منتج مزوج وخاطب ممثلة وزعلت منه وضبط المسلسل، واجا ممثل عامل دور الامزكي عم بيعمل صلحة بين الزوجة وبين المنتج وبده يراضي هديك ليطلع، يعني شو هالاحداث هيدي؟ فعلا شيء كتير غريب انه بعد كل هالسنين ترجع تطلع هيدي القصص وتنتشر على الاعلام بسبب سوء تقدير او بسبب الاسئلة المحرجة يلي بيسألوها بالمقابلات التلفزيونية. الأرض رايتك جرسينا. تصريح صادم لنادين الراسي عن أخيها، خلينا نشوف شو قالت ونعود للتعليق. ليك خي صغير، أنا فطمته عن أمي لأنه وقت خلق مارك كان ابني بعده، كان خي عم يردع من ماما، يعني أنا مرضعته. شو هذا الحكي يا عمي؟ فطمته ورضعته، شو عملتي لنا ببروني؟ شو خاص يجي الجمهور يسمع إذا رضعتي ولا فطمتي ولا حفظتي وشختحت وطلعت ريحة صنك؟ ما في سر مخبى عندك بالبيت، كله بتقوليه على الإعلام. على فكرة في كتير عالم انصدمت من الخبرية، ولكن هيدا الشيء بيجوز إنه البنت لسبب معين تردع خيها، يعني فيكم تعملوا سيرش على الجوجل، لأنه حتى أنا انصدمت، يعني أول مرة بعرف إنه هيدا الشيء طبيعي وما فيه شيء غلط، بس إنه كمان صدمتينا يا أختي. كان في بهديك الأيام يعني طالع حليب النيد وحليب الدان، وكلنا يعني كلنا من نفس الجيل تربينا عليه، ضروري تردعي وتنشر أخباره كلها للصبي على الإعلام. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. نشرت زين كارازون فيديو مستفز لتغيص فيه البنات على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت فوق الفيديو: راقبيني جيدا وخذي نفسا عميقا واحترقي بهدوء. خلينا ناخد نفس عميق ونشوف فيديو لزين كارازون عم ينتشر مؤخرا قبل عمليات التجميل. ميريام هلا عم بحس حالي ميريام لأن الكل عم يناديني ميريام، يعني كل أصحابي. خذي نفسا عميقا وقولي تحت الارض ريتك. الحمد لله في ارشيف، الحمد لله انه بتطلع الفيديوهات لتخلينا يعني قد ما علينا نرجع نتذكر اصلنا شو. ما فينا نجي نستفز العالم وشخصيتنا مستفزة وشو ما ننزل بتجي التعليقات السلبية أكتر من التعليقات الإيجابية، بدنا العالم عطول تطبلنا وتزقفنا. لا حبيبتي، ما فينا إذا كنا عاملين عمليات أكتر من الكوميندوس الأميركي ما نعمل بفيتنام ونجي وشوفوني وعملوا لايك واسكتوا. لا، ما نحن لو شخصيتنا في كتير عالم عاملة عمليات تجميل ما بيجيها تعليقات سلبية قدك. فمش الحق، مش كل العالم غيراني منك وعم بيناموا الليل إذا ما كتبولك تعليق سيء. لا، الشخصية مستفزة. قبل ما نجي نجمل من برا الأساس يلي هو الشكل القديم، لازم نجمل من جوا تينعكس لبرا. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. تصرف غير لائق من نبيلة عباد تجاه أحد المعجبات أثناء حضور أحد المهرجانات. شو عملت؟ خلينا نشوف. معلش يا حجة ما تزعلي، المخلوقة مهدية على كف عفريت، يمكن إذا قربتي أكتر توقع الباروكة، يهر طعم الأسنان، يبجلوا شي خد سيليكون، فالوضع خطير يعني مثل القنبلة الموقوتة، ما بدك تزعلي أبدا.
ولا تحت الأرض. فعلا تصرف صادم من نبيل عباد تجاه أحد المعجبات العاديات، ما فهمت ليش عملت هيك وليش تصرفت معها، مع أنه بالمهرجان كانت عم بتسلم وتبوس أغلب النجوم، على كلهم عاملين عمليات شد وأشكالهم غريبة عجيبة، بس ليش هيدي ممنوع تسلم بينما الشخصيات الأخرى كان مسموح تقرب وتتبادل القبولات والصور؟ فعلا هيدا الشيء حتى بموقف لا تحسد عليه لنبيل عباد. ولتحت الأرض رايتك جرسينا. مثل العادة ما فينا ما نتشكر جميع الداعمين يلي عم بيشجعونا على تقديم المزيد من هيدا المحتوى الترفيهي من خلال ميزة السوبر تانكس. شكر كبير لجوزيف الياس ولندا تامر، شكر كبير لجميع الأشخاص يلي عم يتواصلوا معي على انستغرام لاقتراح المواضيع يلي في جزء كبير منهم انتم نقيتون بهيدي الحلقة. اذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، واهم الشي لحتى ما يفوتكن اي شي جديد انه ترنوا الجرس لانه اللي جاي اقوى بكتير.